هذا سائل يقول: تكثر هذه العبارة عند الناس: إذا فعلت خيرا لأحد سيرجع عليك شرا، فهل هذه العبارة صحيحة؟ يعني ما أحد يسوي الخير أجل، ها؟ أقول أجل ما يسوي. لو مشينا على القاعدة اللي ما أدري من جابه، ما سوى أحد من الخير، يجيك شر يقول، إلا أعمل الخير وأحسن النية ولا يجيك إلا خير إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. عندهم مثل يقول اعمل خير يجيك شر، ما هو بصحيح هذا. نعم، اتق شر من أحسنت إليه، كل هذا كلام فاضي. نعم.